ايش بنستنى قاعدين؟ شمال غزة الان بتعرض لاكبر ابادة من بداية هاي الحرب حتى هذه اللحظة. بنتحدث عن مجازر، عن حصار، عن قصف، عن استهداف مدنيين، استهداف اطفال، استهداف مراكز ايواء، مجازر مستمرة. ايش ضل عشان العالم يتحرك؟ الان الوضع في الشمال لا يطاق. الوضع صعب جدا. بنتحدث عن اكثر من 400 شهيد فقط خلال هاي الايام. الوضع الآن صعب جدا، آليات الاحتلال بتتقدم من المناطق الشرقية والغربية والشمالية من أجل تهجير سكان الشمال. رفضنا الخروج ورفضنا النزوح إلى مناطق الجنوب منذ بداية هذه الحرب وحتى هذه اللحظة. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول الضغط على هذه العائلات من أجل النزوح والخروج، ويرتكب الكثير من المجازر. يتم استهداف الطواقم الطبية والطواقم الصحفية وطواقم الدفاع المدني، يتم استهداف الصحفيين، لا يريد للصورة أن تخرج، ولا يريد لتوثيق المجازر، ولا يريد للعالم أن يرى ما يحدث الآن في شمال قطاع غزة. تحدثوا عن الشمال في هذه اللحظات، الآن شمال غزة يتعرض لأكبر عملية عسكرية ولأكبر إبادة بحق المواطنين وبحق الآمنين وبحق العائلات. ما يحدث أفظع بكثير مما شاهدناه خلال الأشهر السابقة. الوضع لا يطاق، الوضع الآن صعب، قصف مدفعي عنيف الآن وفي كل لحظة على جباليا النزلة وجباليا البلد ومخيم جباليا وبيت لاهية وبيت حانون. الجميع الآن في دائرة الاستهداف. يجب على الاحتلال الإسرائيلي أن يتوقف عن هذه المجازر. تحركوا لإنقاذ شمال غزة الآن.